صرنا نحن وياكم مشاهدينا لفقرتنا الأخيرة. أكثر منكم محتارين شو بدهم يعملوا، وين بدهم يروحوا بفترة الإجازة. بما أنه يومياً عم نحكي عن حملة أجمل شتاء في العالم، حبينا نحن نشارك على طريقتنا الخاصة، وبنفس الوقت نساعدكم وتساعد حالنا، يعني مثل ما بيقولوا، نعرض مجموعة من أبرز النشاطات والفعاليات يلي تقام حالياً بإمارة أبو ظبي. بالبداية ضروري تزوروا مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة بأبو ظبي يلي مستمر لحتى 20 فبراير 2021. أنا شخصيا زرت هذا المهرجان، كثير حلو، مليء بالأجواء الفرحة المرحة هيك، الأجواء العائلية الحلوة، في مجموعة من الفعاليات والعروض الترفيهية الجماهيرية وفعاليات خاصة بالأطفال أكيد والعائلات، بالإضافة لأجنحة خاصة بحضارة الإمارات وجوانب متعددة من الثقافة الإماراتية. مثل ما قلت ضروري تروحوا تزوروا هذا المهرجان، الطقس حلو وفي كثير فعاليات حلوة وعروض حلوة عم بتصير خلال هيدي الفترة وكل يوم يعني كمان، فروحوا واستمتعوا. الفعالية الثانية هي تجربة فنية تحمل عنوان المنبت، كنا حكينا عنها قبل بمرة ولكن اكثر الأشخاص يلي راحوا وحضروها نصحونا أنه نحضرها، فأنا كمان حبيت لكم عنها. هي عم بتصير على ضفاف جزيرة الجبال، وهي مستوحاه من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني غرس الاتحاد، بتدمج الموسيقى والمؤثرات الضوئية ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم. هذه الفعالية مستمرة حتى 30 يناير 2021، تفتح الأبواب يوميا الساعة 5 ما عدا الأحد، وبتبدأ الفعالية الساعة 6 وبتستمر لساعة 8 مساء. هلأ نحن حكينا عن هالفعالية بس أكيد ما فينا ننسى منتزه كرم الجبال والممشى الرائع، هالوجهة الترفيهية القائمة بحد ذاتها يلي بتوفر فرصة فريدة للاستمتاع ببعض من التراث الطبيعي الخلاب يلي بتتمتع فيه العاصمة أبو ظبي. بدي أرجع أذكركم كمان بفعاليات مهرجان الشتاء يلي موجودة بكذا مكان، بعدة مولات، بعدة أمكنة ووجهات سياحية. الجاليريا بجزيرة الماريا بأبو ظبي بدأوا هيدا النشاط وبضم بيئة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية، العروض الجوالة، التخفيضات كمان في سيل، يعني ممكن كمان تروحوا تستفيدوا من الموضوع، قرية الشتاء وأكيد فرصة لقاء سانتا كلوز. وللمهتمين هالفعاليات مستمرة حتى 26 ديسمبر 2020. ومثل ما ذكرت قبل شوي تقريبا إذا ماني غلطان أنا رحت على كذا مول بأبو ظبي، كلهم صار عندهم فعاليات وعروض خاصة بمهرجان الشتاء، كلهم عم بيشاركوا كمان على صعيد العروضات والحملة يلي عم بتصير بأبو ظبي يلي كمان بتشجع أكثر الأشخاص أنه يروحوا ويستفيدوا من الخصومات الموجودة، وحتى كمان العروض موجودة على المطاعم وغيرها كثير رح نرجع نحكي عنها تباعاً. هلأ من الوجهات المميزة يلي ممكن تقصدوها ما فينا ننسى جزيرة ياس أبو ظبي يلي عم تستقبل موسم الأعياد مع بيئة من الفعاليات الاستثنائية والألعاب النارية وعروضات خاصة بالفنادق والمطاعم، من دون ما ننسى أكيد الأجواء الاحتفالية المتميزة هيدي السنة يلي عم بتصير بعالم وورنر براذر أبو ظبي وعالم فيراري أبو ظبي. هيدي اللقطات هي من ياس مول، كمان عندهم فعالية واكبوا فيها يمكن التطورات يلي عم بتصير وفيروس كورونا، وقرروا انه ينقلوا كل الاحتفاليه فيرتشوال، فصارت الامنيات والشجره كلها بطريقه حلوه مثل ما شفناها. وهيدي اللقطات كمان من عالم فيراري وورنر براذر يلي كمان عم بيحتفلوا وعم بيستقبلوا هالموسم بطريقه مميزه. هلا انا رح اختم عليكم هالفقره بمكان، خليني أقول شغلة ولو هيك حطيت مثل بقولوا رأيي بالموضوع، أنا ما كنت عارف إنه هالقد مكان حلو، هالقد مكان يعني أنا صراحة انفجأني، بس قد ما شفت على السوشيال ميديا في أشخاص حكين عنه فقلت مش معقول يكون في هيك فقرة ما نحكي عنه، وخاصة محبي الأنشطة الرياضية الترفيهية المغامرات والتخييم، بنصحكم تزوروا جزيرة الحديريات يلي صارت واحدة من أبرز الوجهات السياحية بإمارة أبو ظبي. يعني شو بدي أخبركم، مسارات مخصصة للجري للمشي، مسارات تانية جدا مميزة للدراجات الهوائية، في تجارب كمان حماسية ممتعة مليئة بالتحديات وبتناسب جميع الأعمار، فهيدي شغلة كمان كثير مهمة. وما فينا ننسى ممشى الحديريات التراثي الممتد على طول الواجهة البحرية يلي بقدم للزوار فرصة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بأجواء هادئة بجزيرة الحديريات الرائعة.
فنصيحة فترة إجازة طقس حلو، يعني جربنا قد ما فينا بهالفقرة نحكي عن بعض النشاطات الخارجية، في كتير منها ضروري نروح ونستفيد من وقتنا ونروح ونزورها.